اعتقد ان برضو لما يكون الواحد مثلا عنده مرض زي السكر بيتبع ارشادات الطبيب، ماشي على نمط صحي سليم، محافظ على يعني النسب مستويات السكر في جسمه، اعتقد ان الشخص ده هيتجنب الاصابة باي مشكلة تصل الى الكلى. ده انا عايز اقول لحضرتك احنا بنشوف ناس هي حاجة صعبة بصراحة. عندها سكر اول مره اشوفه بروق 100 500. طب انت فين؟ ده على فكره في مرض، امراض السكر بيجي لها صداع، بس صداع يعني الاعراض بتاعت مرض السكر اللي هو بول كتير ودخول الحمام كتير وعطش زياده، ما بتجيش، بيجيش بصداع بس كده، ويقول انا جسمي مهبد وتعبان قيس لي السكر، او في المبادره تلاقي سكره 500 اول مره يجي لك بسكر. طبعا المريض ده لازم انسولين، لازم اديله انسولين عشان وظائف الجسم، لان التوابع ده توابع خطيره جدا. واخد بال حضرتك؟ المريض السكر ده اللي بيجي 500 و400 و350 بيبقى في اعراض في الاول كده احنا عايزين نتفاداه، هو طبعا عمال ياكل في سكريات وجعان سكريات وبدين وعنده تاريخ مرضي في العيله سكر. واخد بال حضرتك؟ فلازم يلجا اي مريض عنده تاريخ مرضي في العيله سواء الاب والام والاخ والاخت، لازم يشوف يزور الطبيب ولازم يعمل التحاليل اللازمه لو عنده حتى شويه ارهاق. دكتور، عمليه التشيك اب دي يمكن ناس كتير بتتجاهلها لحد ما تحصل المشكله، احنا نفسنا ان احنا ننشر ثقافه التشيك اب او الفحص الدوري بشكل بحيث ان الناس ممكن تتفادى يعني التقاطها للكثير من الامراض الخطيره. وده على فكره حضرتك ده وظيفه من مهمات التأمين الصحي الشامل الجديد. هتلاقي فيه كشف دوري، هتلاقي فيه ملف معمول للطبيب الممارس اللي هو الطبيب الأساسي الموجود مسؤولا على العيلة كاملة، لأن هو بياخد تاريخ مرضي للعيلة، العيلة دي ماشي فيها أمراض معينة. يعني لو حتى الشركات الأعمال بشكل عام يعني تقوم بفحص الموظفين بشكل دوري أو العمال، اعتقد دي برضو ممكن هتساهم بشكل كبير. الدوله نزلت للناس يعني الواحد او المواطن جنبه مستشفى بكاس يروح المستشفى. الدوله نزلت بالقوافل الطبيه والمبادرات بيحللوا، بس بيقيسوا الضغط ويحللوا السكر. دكتور، يعني ضغوط الحياه، الاسترس اللي الناس بتعاني منه كتير في حياتها، ده بيأثر كتير على الاصابه بمثل هذه الامراض المزمنه الخطيره؟ طبعا الاسترس ده في ستريس هرمونز موجوده في الجسم. يعني بعيدا عن البريشر اللي هو الضغط بقى المتعلق بالدم والبلاد بريشر، لا الستريس ده بقى حاجه ثانيه. طبعا ستريس لا الستريس الضغط العصبي فيه هرمونات مسؤوله عن الستريس. حضرتك جاي من البيت داخل على الحلقه بتعد الحلقه، في هرمونز معين كده بتظهر في الجسم زي الستريس هرمونز. الستريس هرمونز وقت مؤقت وبتروح، انما في بتستمر الاسترس هرمونز زي الادرينالين والنور ادرينالين والثايرويد هرمونز دي كلها، حتى الانسولين من ضمن الاسترس هرمونز. واخد بال حضرتك؟ ده بتعلى. الاسترس دي على فكره ممكن الضغط الضغوط يعني ممكن ان احنا بنزودها اكتر احيانا. يعني مثلا بلاحظ ان في ناس كتير بتتابع مثلا التوك شوز، البرامج اللي كلها نكد وكلها مشاكل وكلها يعني حوادث وقتل، في ناس مغرمة بالحاجات دي، يعني هي اساسا الحياة مش ناقصة، فبيزودوا اكتر بالاخبار السيئة اللي دايما مهتمين ان هم يسمعوها. ده هو في نكد على طول. في مسلسل نكد. المسلسلات دي كمان بتأثر. لا يعني 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 العيان تلاقي في الشغل مشاكل. وفي كل مكان بيكملها مشاكل. بالدراما بقى طبعا. يعني في ده في كمان مرض اسمه بروكن هارت سندروم، يعني يعني واحد زعل شديد لوفاة احد اقاربه او لفقدانه شخص عزيز. بيموت. هو ده تبع الاسترس هرمونز. واخد بال حضرتك؟ واحد شاف فرح جدا. امال ليه بيقولوا ما حدش بيموت من الحب؟ لا واحد فرح جدا زي ماتش الكوره. جون. دي حصلت قريبا. حصل يا فندم، حصل بتحصل كتير، بس احنا ما كناش لسه في اخر ماتش بين الاهلي والزمالك. تلاقي ورا فرح جدا، الفرحه جدا دي بتزود هرمونز معينه وهو قلبه قابل ان هو يعمل حاجه. يعني الفرحه الشديده والحزن الشديد والحاجات دي لا بتاثر تاثير شديد على عضله القلب. بتسبب الموت المفاجئ. عشان كده بنقول بلاش الاستريس يا جماعه، سيدنتري لايفز، ناخد الـ اي مواضيع بالراحه وبهدوء، وما بلاش استريس،
حتى قبل ما ننام يعني نهدي نفسنا كده ما ننامش واحنا في حاجه شغلانه قلقانه. طبعا ده اساسي. وبعدين عدد ساعات النوم حتى لازم تكون زياده شويه علشان الجسم ياخد راحته والمناعه حتى عشان هو الكلام سهل لكن دايما التنفيذ صعب. لا لا ما يعني حضرتك احنا يعني الحمد لله احنا وصلنا لمراحل كويسه جدا. هل حضرتك شايف ان الوعي فعلا ازداد جدا جدا؟ حتى عمر المواطن المصري متخصصة اعمار زاد في مصر. الناس طبعا مش احنا اللي حاسين عشان ايدينا في المجتمع وايدينا في الامراض. العيان كان بيجي لنا زمان او احنا لسه نواب صغيرين ال 60 سنه يكون خلاص بقى يعني امراض كلها. من دلوقتي احنا بنشوف 70 و80 سنه ما شاء الله ماشيين على رجليهم. ده دليل على الوعي الزاد، دليل على الناحيه الصحيه في مصر متوسط الاعمار زاد، ده حاجه كويسه. هو اسال طبيب طبعا عامل شغل جامد بصراحه يعني برنامج يعني برنامج يومي فيه توعيه يوميه صحيه. اعتقد ان يعني الناس لما تكثر من متابعه مثل هذه البرامج طبعًا. يعني اكيد طبعًا. بشكل كبير جدا هيبقى عندها وعي كبير بحاجات كتير ممكن تقيها الكثير من الامراض. بس ننفذ يعني يعني هي حتى لو ننفذ 50-60% كويس جدا. الامراض المزمنه زي ما قلت لحضرتك كده، السكر، بعد كده الضغط. ضغط انت عارف حضرتك ان الضغط المرتفع الهاي بلاد بريشر، 30% من البوبوليشن من الناس عندها ضغط وامراض ضغط. 35% منهم اكتر من 60 سنه 60%، 25% اكتر من 25 سنه. ليه يا دكتور؟ ليه؟ في عوامل كتيره بتؤدي لارتفاع ضغط الدم، منها زي ما قلت لحضرتك كده السموكينج هو عامل واحد، السيدنتري لايف، الاكل، الشرب، عدم الحركه، كلام حاجات دي مهمه جدا. وفي تاريخ مرضي في العيله ضغط، في عندنا برايمر هايبرتنشن اللي هو الضغط الاولي اللي ملوش سبب للاسباب دي، في 10% بس منهم الضغط الثانوي، الضغط الثانوي اللي هو امراض ال 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 الغدد، امراض الغده الدرقيه، السكر اللي بيتبعه ضغط، واخد بال حضرتك؟ او العكس، يعني في ساعات بيحصل العكس، ضغط بيتبعه سكر. تمام. الضغط بالضروره ممكن يعني في حاله عدم ظبطه، في حاله عدم اتباع ارشادات الطبيب، يعني ممكن في الغالب يصل الى مشاكل في الكلى. طبعا. من ضمن الاسباب 27% من قصور المزمن، بلاش الفشل الكلوي، قصور المزمن في وظائف الكلى امراض ضغط. الضغط بيعمل تصلب على المدى البعيد. هو حكايه الفشل الكلوي دي بتبقى اخر مرحله، اللي هو الكيدني فيلير، ده اخر مرحله. عشان كده بنقول اول ما بنشوف عين السكر او عين الضغط بعمل له سكريننج، يعني بستبعده. اولا لازم ضغطه يتظبط ما دام اقل من 60 سنه، اقل من 130 على 80. الرقم ده مهم جدا، رقم مهم جدا. اعلى من 130 على 80 على اللونج ران، على المدى البعيد ممكن يدخل في مشاكل مش في الكلى بس، ده في القلب وفي المخ وفي الدوره الدمويه الطرفيه في الاطراف. وفوق 60 سنه او فوق ال 65 سنه ضغطه ما يعلاش عن 140 على 90، لان في توابع للضغط. توابع الضغط دي ممكن نشوف العيان في جلطات في القلب، جلطات في المخ، الفشل او القصور. طيب هي مشاكل القلب بتوصل للكلى ولا مشاكل الكلى بتوصل للقلب ولا الاثنين ولا لا الاثنين؟ يعني في مرض اسمه كارديورينال سندروم، مشاكل القلب بتاثر على الكلى، ومشاكل الكلى مع ارتفاع ضغط الدم بتاثر على القلب. الاثنين بيأثروا، علشان قلت لحضرتك في مقدمه الحلقه الكلى ده جهاز حساس جدا بيشترك في جميع. نعمه ربنا ان احنا عندنا كليتين الحمد لله. الحمد لله. بس هو المرض بيأثر على الكليتين مش كلى واحده، مره واحده. ان لو كان بيقى حصوات بقى، الحصوات واللي هي المسالك، امراض المسالك البوليه بتاثر على كلى واحده بس. يعني اللي بيحصل هنا بالضروره بيحصل هنا الاثنين بيبقى فيهم مرض واحد. يعني ما دام سيستميك ديزيز، يعني مرض في الدم، بيوصل الكليتين مرض واحد. طب الناس اللي بتعمل ترانسبلانت او يعني في الاخر بقى زراعه كل واحده بس بتبقى واحده بس. كل واحده بس، وطبعا بيعيش على الادويه المثبطه للمناعه علشان المرض الاساسي ما يهاجمش الكلى. يعني ما في مرض اساسي في الجسم سواء فيروس او سكر او ضغط،
ما يوصلش اللي عمل كده او المرض اللي عمل كده في الجسم ممكن يوصل الكلى الترانسبلانتد، واخد بال حضرتك؟ يعني يتم يعني تبديلها بكليه اخرى. يعني في ناس بتزرع 10 سنين مده القصب، لها مده برضه معينه، يعني جهاز اللي هو احنا نقلناه او الزرع ده بيكون ليه مده حياه معينه. ده اذا تقبلها في الاساس يعني. لو ما رفضهاش تقبلها ممكن، الحمد لله الكلى المزروعه بتعيش في مصر اكتر من 15 سنه. واخد بال حضرتك؟ كنا زمان كنا بنقول 5 سنين، دلوقتي اكتر من 15 20 سنه. ده العمليات دي في مصر نسبتها عاليه جدا، هي نسبتها نجاحها عاليه. زراعه الكلى في مصر تقدمت كتير. تقدمت كتير. بقول لحضرتك نسبه اعاشه المريض على كلى مزروعه بتوصل ل 15 20 سنه، قبل كده كان 5 سنين. تمام. طيب رايح حضرتك شويه بقى دكتور محمد. مشاهدينا الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد. بحب اكد ان احنا هدفنا مش ان احنا نسبب فزع وخوف وهلع للناس. الناس كتير لما بتسمع عن الامراض بتخاف، لكن هدفنا هو التوعية. هدفنا ان احنا بقدر الامكان يبقى عندنا ثقافة صحية تحمينا من الاصابة بامراض كثيرة قد يكون منها امراض خطيرة. دكتور محمد سلامة، استشاري أمراض البطنة والكلى، أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بحضرتك. ويمكن الكلام عن مشاكل الكلى كثيرة جدا، اتكلمنا عن أكتر حاجة ممكن تؤثر على الكلى هي الأمراض زي السكر والضغط. استكمالا لحوار الضغط، يعني هو الضغط اللي بيجيب سكر ولا السكر اللي بيجيب ضغط؟ والله هو كان مشاع قبل كده ان السكر دايما يجيب ضغط. يعني بعد فترة كبيرة السكر ممكن يعمل مشاكل زي ما قلت. انا بتكلم عن الضغط العالي. الضغط العالي. السكر، علو السكر لفترة مزمنة كبيرة بيعمل مشاكل او بينتج بروتين غريب عن الجسم في الخلية نفسها. البروتين ده بيعمل التهاب في شرايين الجسم كلها، ممكن يؤدي لبعد كده تصلب في الشرايين. التهاب الشرايين الناتج عن السكر لفتره كبيره بيؤدي لارتفاع ضغط الدم. واحنا دايما بنقول لمريض السكر اول ما بنشوف ما تفزعش وما تخافش لما الطبيب يعمل لك مجموعه تحاليل معينه علشان نكتشف المسببات والاسباب اللي ممكن تؤدي لارتفاع ضغط الدم. لازم اعمل كوليسترول ودهون ثلاثيه، طبعا سكر صايم وفاطر وسكر تراكمي ده اساسي جدا. ولازم نكشف قاع عين باستمرار، لان طبعا السكر بيأثر على قاع العين. ده مهم عشان زي ما قلنا كده في الحلقه اول حلقه 20% من المرضى من السكر من النوع الثاني بيصابوا بالعين. العين دي شباك المريض نفسه. يعني انا شبكنا على الحياه. ايوه. لما بشوف العين، مشاكل العين او مشاكل الاوعيه الدمويه اللي في العين بتحصل نفسها مشاكل في الكلى. يعني نفس المشاكل اللي بتحصل في العين بتحصل في الكلى، متزامنه. يعني انا لو في ضعف في النظر، في زغلله في العينين، في ضعف في الرؤيه، في مريض السكر لازم اجري على الطبيب بتاعي، لازم يكشف قاع عين. بعديها على طول ما اخافش لما يقول للطبيب نعمل وظائف كلى او نشوف نسبه البروتين في البول. ده مهم جدا، نسبه البروتين في البول طبيعتها من 30 ل 300 ملي جرام في ال 24 ساعه. اكتر من 300 يعني العيان ده داخل في مشاكل. انا بعرفها في مريض السكر ان المريض ده هيجي له ضغط بعد 10 سنين. ما هي ليفلز بعد 10 سنين، بعد ال 10 سنين دول الا اذا لو انا اديت العيان او اعطيت العيان استركشرز وحافظ على نفسه وحافظ على سكره والسكر تعليمات يعني تعليمات والتراكم ما يزيدش عن 7 أو 7.6. لو ظبطت العيان على السكر التراكمي اكتر اقل من 7% العيان ده هحافظ عليه، وهو المريض هيحافظ على نفسه وما يجيلكش اي مشاكل مزمنه من توابع السكر اللي احنا سردناها قبل كده. اذا السكر ممكن يجيب ضغط، وممكن يجيب برضه الضغط ممكن يعمل مشاكل في الكلى. هل حضرتك بتقول لي هل الضغط ممكن يجيب سكر؟ هو 28% من مرضى الضغط
اللي متعودين على علاجات معينه زي السايدايز اللي هي مدرات البول دايريتكس مدرات البول بيجي لهم سكر، لان ده محفز او محفز لمرض السكر نفسه، بيعلى عندهم سكر الدم. الاندرال، في ناس متعوده على الاندرال كتير، الاندرال ده اللي هو ده شائع، ده الاسم العلمي بتاعه، او البوبرنول ده الاسم العلمي بتاعه، ده ممكن في احصائيات معينه المرضى اللي بداوا ضغط وبياخدوا اندرال بيجي لهم سكر في الاخر. انما المرض نفسه في الشرايين بتاع الضغط ما بيعملش سكر، انما الادويه اللي احنا بنستعملها مع مريض السكر مع مريض الضغط ممكن تؤدي الى سكر. بس احنا درسنا ان الكليه بتعالج نفسها. هو في طبعا ربنا عامل في الكليه نفسها، في الكليه نفسها ادوات عشان تحافظ على الشرايين والاوعيه الدمويه لحد معين. بس حضرتك بالسموكينج بالتدخين، الاستاذ ممدوح واعوانه او سين واعوانه مدخنين وسن اكتر من 60 سنه وعنده ضغط ما يزيدش في الوزن، يعني حاجه بتساعدها. المسكنات يعني ممكن توصل خلاص، يعني انت حضرتك ما حافظتش على المكون الرباني بحاجات تانية ممكن يحصل لك مشاكل في الكلى. يقال ان برضو الاكثار مثلا من بعض الفيتامينات ممكن يؤثر على الكلى زي فيتامين دي. هو فيتامين د ربنا خلقه في الشمس علشان الالترا فايلوت ريز اللي هو النور الرباني بتاع الصبح من الساعه 6:30 ل 7 صباحا، ده مهم جدا عشان يحول فيتامين د اللي تحت الجلد من ان اكتف فورم لاكتف فورم، يعني حاله غير نشطه لحاله نشطه. فيتامين د ده مهم جدا لجميع انواع للحيويه الجسم، مهم بيدخل في صناعه الهرمونات، مهم جدا للعظم، مهم جدا للمناعه، لان هو بينشط الاجسام المضاده المناعيه المسؤوله عن الدفاع الاول للامراض المنتشره. فيتامين د مهم، موجود في البيض وفي الفيش في الاسماك، ولكن نقص فيتامين د بيعرض المريض لارتفاع ضغط الدم، بيعرض المريض لافراز الانسولين من البنكرياس، يعني فيتامين د بينقص عن حد معين. نقصه ولا زيادته؟ نقصه. زياده فيتامين د بيعمل مشاكل تسمم بالفيتامينات. في تسمم بالفيتامينات، يعني الناس اللي عماله تاخد فيتامين د وتهرع وسي وفيتامين بي بينقلب الايه، يعني حضرتك مثلا في المريض في فيتامين بي بياخد فيتامين د عشان راحته الاعصاب. الهايبر فيتامينوتس هو تسمم بالفيتامينات ممكن يخلي المشكله ازيد من اللازم، اللي هي المشكله اللي احنا بنعالجها الاساس. واخد بال حضرتك؟ عشان كده في جرعات معينه لفيتامين د وفيتامين سي، زي فيتامين د اهم دلوقتي ان احنا عمال تاخد فيتامين د. فيتامين د من 1000 ل 2000 مللي في اليوم وحده يوميا، او 60000 في الشهر. ما تزيدش عن كده. واخد بال حضرتك؟ ده النورمال الطبيعي. تمام. فيتامين د نقصه، نقص فيتامين د طبعا بيأثر على العظم، بيأثر على النواحي الحياتيه الانشطه الحياتيه، بيأثر على العضلات، نقصه بيعمل هشاشه عظام في الاول ووهن عظام. دكتور، بيبقى فيه طبعا بجانب حضرتك طبعا قلت كعنصر محوري في كل الامراض تقريبا التدخين، لكن هناك ايضا ممكن يكون في بعض الاغذيه نفسها، بعض المشروبات احيانا اللي ممكن بتناولها بكثره ممكن على المدى الطويل تؤثر على وظائف الكلى. المشروبات زي ما قلت لحضرتك، الاعشاب اللي هي ملهاش، بعض الاعشاب الصينيه، الله ينور عليك، اللي ملهاش تايتل، يعني ملهاش الواحد بلا عنوان كده، بلا عنوان. الصوديوم الزايد، الملح الملح الزايد في الطعام ده مشكله. الـ 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 النقص البوتاسيوم، يعني في من ضمن الحاجات اللي احنا ما نقدرش ساعات ناكلها زي البوتاسيوم، لازم يكون له ميزان معين في الجسم. نقص البوتاسيوم ده بيعمل خلل في الوظائف نفسها، بيعلي حاجه اسمها الجسترون، والجسترون ده بيرفع الضغط وبيأثر على الكلى نفسها. اللحوم ما ناكلهاش بزياده، يعني البروتين 8/10 ملي لكل كيلو جرام للبني ادم الطبيعي. بالنسبه للست الحامل بتزيد شويه، بالنسبه لامراض الكلى بتقل. طيب الناس اللي عندها مشاكل في الكلى ما تاكلش لحوم اصلا ولا برضو بتاكل؟ لا بس بالنسبه
40 جرام يوميا. يعني قطعة قد علبة. ده اللي عنده مشكلة. ده اللي عنده مشكلة. اللي هي بدأت تعلى وظائف الكلى شوية. لأن هو ده طبعا مع الأملاح زي النقرس، أملاح النقرس مع اللحوم الحمراء بتأثر على الكلى بطرية، إما اللحمة أو اللحوم الحمراء بترفع الأملاح وبتأثر على الكلى، إما النقرس نفسه اللي هو اليوريك أسيد لما بيعلى عن طريق معين فريد فلاش، يعني في حاجات عندنا أرقام معينة ما نتخطهاش، دي ممكن تأثر على وظائف الكلى وترفع ضغط الدم. حضرتك بتأثر على المفاصل وتعمل مشاكل كتير الجوت اللي هو النقرس. النقرس له علاقة بمشاكل الكبد. الكلى. الكلى عفوا. النقرس ممكن يعمل بيسد المسام بتاعت لو زاد عن 7 الرقم بتاعه الخطر بعد 7. 7 بيبدأ يعمل مشاكل، بيسد المسام اللي هي بترشح الإفرازات نفسها. واخد بال حضرتك؟ على المزمن. بس ده علاجه سهل، يعني علاجه سهل. نحن بندي مواد تنزل النقرس بسرعه والهيدريشن، يعني الميه، شرب الميه الكتير مع بعض المحاليل البسيطه، بس يعني ما يكونش عنده مشكله تانية، يعني ما يكونش عنده سكر، ما يكونش بياخد مسكنات، ما يكونش عنده مشاكل في الشرايين. مش ما بنعرفش يعني ننزل المشكله بسرعه او الانزيمات بسرعه. تمام. لكن يعني ما هو احيانا الواحد بيشوف انه ممكن الحاله اللي عنده تستدعي ان اطباء مختلفين في التخصصات يفحصوه، يعني تمام. دي حاجه بتاخدوا بالكم منها؟ هو في دايما ماسترو للمريض. بمعنى انا قلت لحضرتك مثال العيان اللي عنده ازمه قلبيه وعنده كسور في الشرج التاجي وعنده ذبحه صدريه، بيروح لاستشاري القلب عشان يعملوا قسطره في القلب، بيعمل كل التحاليل اللي هي سليمه، في ريسك فاكتورز العوامل الخطيره اللي بتؤدي لمشاكل في الكلى لازم نتفاداها. واخد بال حضرتك؟ زي مشكله النقرس، واخد بال التدخين، مشكله التدخين برضه بتعمل مشاكل في الكلى وممكن تعمل تؤدي الى فشل كلوي مزمن.